السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى ميت مسا عليكم. يومكم جميل ونهاركم سعيد إن شاء الله. أهلا بيكم في قناتكم نعت رحال. الناس اللي هي بتعشق النوبارية وبتحب سمك النوبارية وقعدة النوبارية، النهاردة إن شاء الله إحنا ربنا تابع علينا من المزرعة وهنبدأ أنا ومحمد، لسه فاتحين دورين أهمت على النوبارية. يعني إحنا في الوصلة اللي هي بتاعت كوبري عمارة، يا دوبك فتحنا الادوار ورشيناها وعمالين بناكل لقمه طيبه كده حنكشه. لسه بنحضروا الاكل في البيت. اي ان شاء الله تعالوا كله معانا. بالف بالف. انا عم محمد، صباحك فل يا عم محمد. ان شاء الله النهارده كده فيديو ظريف خفيف هنحكي فيه رحلتنا. زي ما قلنا احنا فتحنا الادوار علفناها، هنفرش العده بتاعتنا على الادوار بعد ما نشرب الشاي، وهنشوفوا كده ايه اول سمكة هتبشر معانا هنوريها لكم، سواء كانت سمكة صغيرة سمكة كبيرة. احنا متعشمين في الله ان احنا نتسلى معانا، حنشين طعم وحنصهر شوية، هنشوف الادوار هتعمل معانا ايه. معانا ورقة ريمة برضه، ومعانا احلى ابو الريمة. انت بتاع الريمة، انت عم محمد حبيبي. ان شاء الله برضو لو استفتحت ناديني ان شاء الله عشان نيجي نشوف الادوار هتعمل ايه معانا. ان شاء الله على الله. ان شاء الله يلا يمكم جميل. لو حابين الموضوع بتاعنا وحابين فيديوهاتنا عايزينكم تعملوا لنا ايه؟ لايك. ماشي، خليكم معانا. بصوا يا اخوانا، ده الدور اهوت اللي انا فتحته. هو انا يعني ايه نزلت الميه مسحت اللي هي الزبده اللي هو الطينه الطريه، حطيت حجاره على اليمين وحجاره على الشمال وحجاره في النص. فالحمد لله اهوت ايه الدور، يعني ان شاء الله انا متبشر بيه خير، لان من جوه غريق بس في حاجه وحشه خالص. طبعا صيادين النوباريه عارفينها، شايفينها البوابير. طبعا البابور ده معدي هيدربك لي الدنيا، والحمد لله ربك كريم. معلش ان شاء الله يعدي بالراحه كده ما يزعجنيش، وربنا يسهل الحال. احلى مسا على احلى رجاله، اول سمكه من الدور الجديد اهو، ربنا كريم. هي خنيني يعني، الواحد كان يتمنى سمك ابيض، بس ان شاء الله ان شاء الله ربنا كريم هترزق معانا باذن الله. احلى مسا شباب. طبعا السمكه دي تاريخيه عشان اول سمكه في الدور، لازم ايه نوريها لكم. هو كف اهو يعني على البركه، انتوا شايفينه على ايدي.